السلام عليكم، أهلا بيكم. هبدأ معاكم سلسلة من نقدر نقول تعليمية أو نديلكم معلومات على الاستثمار العقاري في أمريكا، ونستعرض إيه اللي حصل في السابق والوضع الحالي شكله عامل إزاي، وده هيساعد أي واحد عايز يستثمر في أمريكا، سواء كان مستثمر أو كان واحد عايز يشتري أو عايز يبيع، فيبقى فاهم الوضع عامل إزاي الوضع الحالي. هنبدأ بالفيديو بتاعنا النهاردة، هتكلم فيه عن موضوع محدد اللي هو الانهيار اللي حصل في سوق الاستثمار العقاري أو في البيوت، وليه البيوت أسعارها نزلت جدا من حوالي 15 20 سنة، حصل فيه تطور غريب جدا، فده أثر كتير قوي، وفي ناس متخوفة قوي إن هيحصل انهيار زي اللي حصل قبل كده سنة 2007 و2008، والدنيا فضلت إلى حد كبير في حالة ركود لغاية ما بدأ الكيرف يطلع مرة تاني. إيه اللي حصل بقى في 2008، أو بدايته كانت من فين؟ بدايته كانت من قبلها بكام سنة. نتيجة إن سوق الأسهم الناس كلها، أي واحد معاه فلوس كان بيستثمر في سوق الأسهم وفي البورصة، فبالتالي حصل لخبطة جامدة جدا، وحصل اللي هي اسمها الدوت كوم والتكنولوجي والكلام ده كله، فناس قررت ان هي تستثمر فلوسها في حاجة اقل مخاطرة. ففي هيئات موجودة كانت متكونة من فترة، في منها هيئات حكومية وفي منها هيئات خاصة، واشهرهم طبعا فينيما وفريدي ماك، دول موجودين وفي غيرهم طبعا كتير. دي هيئات كل اللي بتعمله ان هي بتدي قروض للناس اللي عايزة تشتري بيوت، فبالتالي هم بياخدوا فلوس من المستثمرين بيديله فايدة مثلا 4%، وهو في نفس الوقت بياخد الفلوس دي وبيديها للناس اللي عايزة تشتري بيوت ويديلهم بفايدة 6% او 7%. ده بالظبط اللي بيحصل. يعني الهيئات دي الفلوس بتاعتها بتيجي مش ايداع مباشر لها، بالعكس ده هم بيتعاملوا مع كل البنوك تقريبا في امريكا، فبالتالي البنوك هي اللي بتدي لهم الفلوس. ففي بنوك بتدي مبالغ كبيره وفي بنوك بتدي مبالغ قليله، وفي برضو شركات تامين، في حاجه مثلا زي الكريديت يونيون، في حاجات زي كده. يعني في بعض مستثمرين تانيين او ناس عندهم فلوس بتدي استثماراتها دي لما تكون بتفكر او عايزه تحطها في الاستثمار العقاري، بتقوم تروح عند فيني ماك وفريدي ماك وغيرهم. فالهيئات اللي هي اللي بتعمل الاستثمار العقاري بتعمل حاجه اسمها mortgage backed securities، دول اللي هو بياخد الفلوس من الناس بطريقه او باخرى، طبعا عن طريق وسطاء في النص، وبيدوها للبنوك عشان البنوك تقرض الأشخاص. فلما حصل تحول من سوق البورصة للاستثمار العقاري للمستثمرين، بدأ فيه تخمة كبيرة جدا من الفلوس موجودة عند الهيئات دي. فالهيئات بتدي الفلوس للبنوك أو للناس بتوع المورجج علشان تقرض الأشخاص، فبالتالي عايزين يعملوا جذب لأن الفلوس كتير. وده اللي بدل ما كان يقول عشان يجذب الناس يقول له ايه، هديلك سعر فايدة قليل، هديلك مش لازم يكون تحط داون بيمنت او اللي هي الدفعة المقدمة. فبدأ الناس تيجي شوية، لقوا الدنيا مش يعني مش ماشية قوي قوي يعني، فبدأوا عملوا حاجة اسمها، يعني اطلق عليها بعدين، يعني اسمها النينجا. النينجا دي او النينجا لون، مش جايه من النينجا تيرتل وكلام من ده، لا دي جايه ان نينجا اختصار نو ان من نو انكم نو جوب نو اسيتس، يعني لو انت رايح معكش شغل ومعكش دخل ومعكش اي حاجه تضمن بيها القرض اللي هتاخده هيتوافق عليك. فبدا اقراض بطريقة مبالغ فيها، دي كانت أول تكنيك واللي سبب الكارثة. تاني حاجة إن بدأوا يعملوا حاجة اسمها
ولسه موجودة يمكن لغاية دلوقتي، بس مش بنفس الانتشار، اللي هي الفايدة المتغيرة. فبدأ إن يجي يديلك لمدة 3 سنين أو لمدة 5 سنين بفايدة قليلة جدا، اللي هي فايدة البنك المركزي. بعد كده يقول له إيه، هديلك بقى فوقيها حضرتك مبلغ البرايم، زائد هنحط عليه مبلغ تاني. فإذا كنت أنت واخد في الأول فايدة 3%، الفايدة دي هتزيد حسب البنك المركزي. البنك المركزي خلاها بقت 5 اللي هو الفيدرال ريزيرف، وانا هاخد كمان فوقيها 2 أو 3، بقت الفايدة بتاعتك 7-8%. وانت في الاول لما هم حبوا ان هم يغروا، اللي هو الارم، اسمها ارم اللي هي الفايدة المتغيرة، ان جه في الاول وراح مديلك قيمة فايدة متغيرة وقال لك كمان ادفع بس الفايدة وما تدفعش من اصل الدين. فبالتالي بعد 5 سنين الدين زي ما هو، وانت كنت بتدفع مبلغ قليل، لقيت ان انت بتدفع مبلغ كبير جدا. يجي الشخص ده يقول طب انا هعمل حاجة اسمها ريفاينانس او اعادة جدولة، يجي يقدم لبنك. البنوك بدأت تحط شروط علشان تستقبل ناس جديدة او ان هي تدي قروض، فيلاقي نفسه ان هو غير مؤهل لان هو يعمل اعادة جدولة، فبالتالي يتعثر. فالناس اللي دخلت في نظام الفايدة المتغيرة والناس اللي كانت داخلة من غير شغل ومن غير دخل وكلام من ده، هيدفع منين؟ بالإضافة لكده إن في ناس تانية أساسا فقدت شغلها، أو واحد حصل عنده كوارث عائلية وحصل انفصال، أو حصل إن هو عنده حاجة معينة حصلت، مرض أو كلام من ده، واضطر إن هو يدفع فلوس، فيلاقي نفسه إن هو مش قادر يدفع القسط الشهري. وده خلى فجأة إن الناس بدأت تتعثر، يقوم البنك يحط ايده يبعت انذار واثنين وثلاثة، بعد الناس ما بتدفعش يروح حاطط يعمل له انذار ان انا هاخد البيت. طبعا البيت، في بيوت كتيرة جدا كانت متهالكة، الناس اللي كانت موجودة اهملت البيوت دي تماما، فالبيوت دي محتاجة صيانة. فيا اما البنك بيبيع البيت زي ما هو ويضطر يقلل في السعر كتير جدا لان البيت في حالة سيئة، او ان مفيش مشتري لان الناس لا بدأت الايه الأسعار تنزل بعد ما كانت في الطالع بسرعة جنونية، نتيجة إن القروض الزيادة خلت ناس تتكالب على الشراء، فبالتالي الطلب بقى عالي جدا والمعروض بقى اللي موجود كله بيتاخد. فبالتالي بدل الطلب والمعروض، بدل ما هما كده بقى الطلب عالي والمعروض قليل، فالأسعار قعدت تعلى. لما حصل الموضوع ده وبدأوا يقللوا القروض، الدنيا حصل فيها كده، بعد شوية بقى الوضع مختلف، فبالتالي المعروض بقى عالي والطلب قليل، فبدأ السعر ينزل. وده كان سبب بداية الكارثة، وعملت زي كرة التلج اللي انفجرت أو زادت، وبدأ يحصل إن في بيوت كتيرة جدا موجودة في السوق ومفيش مشتري، فالأسعار قاعدة تنزل تنزل تنزل، وخسرت البنوك وخسرت الهيئات اللي هي اللي بتقرض مبالغ كبيرة جدا. وده اللي خلى الحكومة تدخلت وعملت اللي هي الاستيمولس باكج، إن هي بدأت تيجي لفريدي ما وفيني ما وفريدي ماك، ادت لهم مبالغ كبيرة جدا عشان يغطوا الخسارات ويبدأوا يقرضوا الناس مرة تانية بعد ما حصل التعثر الكبير ده. فده كان بالظبط اللي حصل من حوالي 15 20 سنة، وخلى الانهيار الرهيب. احنا دلوقتي في 2022، هشرح لكم بقى الوضع الحالي شكله عامل ازاي، خصوصا ايه اللي حصل في الكورونا، وليه احنا دلوقتي في الاتجاه في الصعود، وايه بقى التوقعات في المستقبل. دي بقى هنتكلم عليها بعدين في الفيديوهات اللي جاية، بس الفيديو اللي جاي هيكون مخصوص على الوضع الحالي اللي احنا فيه. وبعد ما اسجله هرجع تاني الفيديو ده واحط لكم اللينك بتاعه هنا فتبقوا تشوفوه، وهتلاقوا برضو في لينك تحت مكتوب فيه اسمي وعنواني، واي حد عايز اي استشارة عقارية يقدر ان هو يبقى يبعت لي او يكتب لي في الكومنتس، على أساس إن إحنا ممكن نتواصل. تحياتي، محمد عبد الباقي من هيوستن تكساس، وأشوفكم في فيديو جديد.
مع السلامة.